انتوا رضيتوا بالحياة خلاص، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. خلاص خلاص يعني انت اللي يخليك ترضى بالآخرة قلبك، لما ترضى بيها ترمي الدنيا، تاخد منها ما يكفيك، إنما لما تسترخص الآخرة وتستغلى الدنيا وترضى بالدنيا وما ترضاش إلا بالدنيا وتفضل تاخد الدنيا، جيلك تخم الدنيا تلاقي نفسك متثاقل إلى الأرض، مش عارف تصلي كويس، مش عارف تصوم كويس. يا عم آخر مرة خشعت 6-7-8 أيام ورا بعض كانوا إمتى؟ أنا مش عايز أقولك آخر صلاة خشعت فيها إمتى؟ لا، ما هي مش دايما هتكون حالة استثنائية الخشوع. إمتى آخر أسبوع كامل، أسبوع 35 صلاة ورا بعض خشعتهم؟ إمتى؟ أنت إيه اللي معطلك؟ إيه اللي موقفك مكانك؟ إيه إمتى؟ إمتى أقدر أقول إن أنت بجد، بلاش أنا أقدر، إمتى أنت تقول أنا كده تمام؟ بلاش مش هتقول أنت تمام، إمتى تقول أنا دلوقتي على الطريق؟ ليه دايما في حجج؟ ليه دايما في جدال؟ ليه دايما اصلحنا وهو عارفين ربنا بيقول لك ايه؟ واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. يا جماعه ما تيلا، لا 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 لا، دول فاهمين الدنيا غلط، ده تشدد، لا ده زهد بزياده، لا ده كذا، لا ده كذا، ده كذا، انؤمن كما امن السفهاء، الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. والله العظيم أنا عارف إن الآية نزلت في الكفر، إنما طريقة التفكير دي والله طريقة تفكير الكفار. ليه إحنا نستخدمها؟ يا جماعة إحنا بيضحك علينا، والله أقسم بالله بيضحك علينا، الشيطان أكل عقولنا والدنيا سرقت قلوبنا وإحنا ماشيين في الدنيا عميان، وفي الآخر مش هنوصل للي احنا عايزينه لأن احنا مش ماشيين في سكته أصلا ومعتمدين على رحمة ربنا من غير أسبابها. طب وبعدين؟ ما هو الحكيم يضع الرحمة في موضعها وانت مش ماشي صح.